لا سيدي ديال اكثر من 40 عام. هاد السيد هذا والله الا اكثر من 40 عام وزياده. الله يعمرك. 1967 سكننا حنا لقيناهم ديجا ساكنين. هي وراجلها، راجلها مات توفى شي 8 شهور ولا 9 شهور هذه. بقات هي وخوها. وخوها وقف معاهم وقفه ديال الرجال. هو مسكين اللي كيطيب، هو اللي كيشقى، هو اللي كيجفف، هو اللي كيصبن، هو اللي كيتسخر، هو اللي مقابل. ملي مات السيد اللي هو نسيبو راجل اختو، هو مسكين منه كل شيء، فيه راجل فيه مرا فيه كل شيء. قبل من العيد غير بيومين اخويا هنا في هاد البلاصه هادي شاد انا بنتي جا عندها جي هاكي ما عطاش عطاها في يديها النبي عليه الصلاه والسلام. كنتوا هنا اخويا مختار بحال العائله. اكثر من العائله اكثر من الخوت. لا الخير اللي لقينا بداك السيد الله يرحمه مول الدار والله يا خويا ما لقيته انا لا في خوتي لا في خواتاتي. ما نكذبش عليك وما نكذبش عليك راني من ديك باسي 69 عام ماشي انا باقي صغير. والله القسم غدا صغر نفسي نقول لك انا راسي المعرفه ديال الله. حنا سكنا في 1967 ديجا لقيناهم ساكنين في 1966 عام بيننا وبينهم. حنا ساكنين غير طنبوري راه موقتين في الدور ديال المخزن مع الوالد كان في البوليس الى اخره. عطاو تما دار لا درهم لا جوج. هادشي اللي كنعاود لك انا في 1957 قريبه 57 بقات شي سي موافقه ست شهور الريحه اربع شهور. هذه واحد السيده كانت واقفه دابا هي اللي قالتها لي. قالت لي مختار قالت لي كاينه شي ريحه في الدار هذه. قلت لها ما يمكنش. قالت لي والله. قلت لها انا الشم عندي ناقص والو. قلت لها الشم عندي ناقص والشوف عندي ناقص ما شميتش. من طلعت انا الدار قلت لها المدام قلت لها الوليدات كلشي كله نقول لك كلشي تشم راه هذا اللي كان واقف حدايا دابا ولدي. قال لي شمينا. قال لي كاينه الريحه كلهم قالوا كاينه الريحه. هذا هو اللي جاب هو اللي بين لنا كل شيء. هذا هو اللي اعتقل الموقف. ولكن كاين الدوجه القادو تحيد من هنايا حيت الجيران كلهم سيقوا وداك الشيء سيقوا وداك الشيء كان دود هنايا خارج من الباب غادي طار يعني بزاف كثير الجيران اخويا راه بحال والدينا راه بزاف. ولكن دابا المشكله من السيد توفى واقيلا طاح من الدروج هذي سمعت انا طاح من الدروج اما طاح على الجاولة هادشي لقاو ما غطرا ودوني تشافوا بحين ما غط على كرشو توفى. انا قلت لهم مادام هو توفى الا وختو راه هي غادي توفى من موراه وفعلا داك الشيء له يمكن سيمانه بيناتهم والله مات هو الاول.